سلام الله عليكم مشاهدينا ورحمته وبركاته، وأرحب بكم في الانتفاضة العربية وفي ساعتين من الانتفاضة العربية، حيث نفتح فيها في هاتين الساعتين ثلاث ملفات، نبدأها من الإمارات ثم سوريا فمصر، والبداية مع الإمارات، حيث نددت منظمات حقوقية عربية ودولية بإقدام جهاز أمن الدولة الإماراتي باختطاف زوجة الناشط الحقوقي الإماراتي محمد صقر يوسف الزعابي. واعتبرت المنظمات أن اعتقال عائشة إبراهيم هو تعسفي وليس له سند قانوني ويندرج تحت بند الاختفاء القسري. ودعت المنظمات الحقوقية السلطات الإماراتية إلى إطلاق سراح عائشة فورا ورفع القيود عن تنقلاتها وسفرها. مشاهدينا، وينضم إلي السيد سعيد بن ناصر أطنيجي المدير العام السابق لجمعية الإصلاح الإماراتية للحديث في هذا الموضوع. مرحبا بك أستاذ سعيد. بداية، حياك الله، بداية، ما هو موقفكم من اعتقال السيدة عائشة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحقيقة تبيان موقفنا يعني أظن واضح ولعلي أشير إليه لاحقا إن شاء الله، لكن أنا أبغى أبين الصورة اللي تتمت فيها المسألة. الأخت عائشة اللي هي زوجة أخونا محمد صقر الزعابي ممنوعة من السفر أصلا، وهي مع مجموعة كبيرة من أفراد الأسر اللي صدر بحقهم حكم، لكنه طبعا المنع من السفر غير قانوني وغير مبرر، بمعنى أنه لم يصدر أي حكم بمنع هؤلاء الأسر من السفر. ثم لم يكتفى بهذا، بل أن هناك أفراد كثيرين من دعوة الإصلاح ممنوعين من السفر. هي حاولت أن تخرج مع ابنها الصغير اللي ربما ما تجاوز سنتين وعمره يعني اسمه أحمد، من نقطة تعتبر شبه يعني شبه رسمية. هذه النقطة يشرف عليها الجيش، ومسموع فقط لأبناء الإمارات أن يعني الدخول والخروج في حالة أن يثبت هويته، أما المقيمين فغير مسموح لهم في هذه النقطة. فهي كانت تنوي الخروج من هذه النقطة فتم اعتقالها. هاي المسألة الحقيقة اللي يعني الشكل اللي تم فيه الاعتقال. طبعا حتى لا يعني حتى بشكل الاعتقال الذي تم، نقول انه لو كان هناك اي منع او انه الجهات الرسمية ما تبغى تخرج، كان بامكان انه يحجز جوازها ويطلب منها في اليوم الدوام الرسمي ان تاتي الى الجهات الرسمية ويصير التفاهم على هاي المسألة، سواء كان بالتحقيق او ب يعني اخذ تعهد او الصيغه اللي يراها الجهات الرسميه. اما موقفنا الحقيقه فاظن دعوه الاصلاح صدرت بيان ان تستذكر مثل هذه الممارسه، والحقيقه هذه الممارسه يعني نحن نعتبرها سابقه في الدوله وليس من مصلحه احد افتعال مشاكل في البلد. احنا ننظر ان الامر تجاوز المعقول الى اللامعقول، بان تعتقد امراه ونحن في الامارات، المراه لها وضعيه خاصه جدا، ولو علمنا ان الاخت عائشه لم ترتكب اي جنحه حتى يتعامل معها بهذه الطريقه التي فيها اهانه للمراه الاماراتيه. انا بودي ايضا اسجل موقف ايجابي للجهات الرسميه الحقيقه في قضيه ما يسمى بالتنظيم السري في فتره المحاكمات التي تمت من الفتره السابقه من العام الماضي. هناك كان في مجموعه من الاخوات يبلغ عددهم 13 اخت كانوا متهمات من ضمن التنظيم السري، لكن حقيقه يعني قدرنا المسؤولين بانهم لم يقمن باعتقالهم واكتفوا فقط بالتحقيق معهم، ثم ايضا قدمنا لهم تقدير اخر او موقف اخر كان لهم ان المحكمه لم تصدر بحقهم اي حكم، وانما يعني كان الحكم هو براءه. فهذه الموقفين الحقيقه بعدم اعتقالهم واكتفاء بالتحقيق معهم وتكفيلهم ومن ثم انهم يطلعون براءه، احنا قدرنا هذا الموقف واعتبرنا ان هذه الخصوصيه يعني للمراه الاماراتيه، وهي من الاعراف والتقاليد اللي احنا يعني نحترمها ونقدرها جميعا من المسؤولين من على مسؤول في الدوله الى اي انسان مواطن اماراتي. لكن هذا التصرف الحقيقه الذي تم بالامس ازعج الكثير، يعني ازعج الجميع مما حصل
في هذه المسألة. نعم، يعني سيد سعيد، هذا التطور، يعني قلت بأنه سابقا لم تعتقل النساء، هذا التطور والذي اعتبره بيان لجمعية الإصلاح أو لدعوة الإصلاح، وهو بيان شديد اللهجة حقيقة، واعتبره سابقا لم يتجرأ عليها أحد حتى العرب في الجاهلية، ويعني وقال البيان بأنه سلوك لا ينطبق على الرجال وأهل المروءة ولا يستقيم مع أهل الشرف والقيم. ويقول البيان بأن جهاز أمن الدولة يثبت كل يوم بأنه عدو للوطن والمواطن ويهدد النسيج الاجتماعي، في حين أن الرؤية الرسمية أو جهاز أمن الدولة أو نظرة الدولة الرسمية هي أنها تحافظ على أمن الوطن من خلال هذه الاعتقالات، كيف ترون هذا الأمر؟ أخي الكريم، إحنا يعني تكلمنا كثيرا في قضية موضوع الاعتقالات والتهم التي وجهت لنا وقتها، وقلنا أنها كلها تهم يعني لا تستند دليل على دليل، وإنها يعني تهم اعتبرناها في وقتها أنها ملفقة، وأنه هذا الممارسة التي تتم هي نوع من ضرب النسيج الوطني. وذكرنا كثيرا وتبيننا في مرات سابقه ومن خلال حوارات مختلفه بان دعوه الاصلاح بريئه كل البراءه مما نسب اليها من تهم. والملف القضيه اللي راجعه كان واضح جدا، لكن الحقيقه ان الامر يصل الى ان تعتقل المراه الاماراتيه دون يعني مسوغ وبدون مبرر، الحقيقه هذا امر يزعج الجميع ولا يقبل به عاقل ولا يقبل به انسان يعني يريد ان يعني يعيد اللحمه الى الامارات. والحقيقه يعني نحن نقول دائما ونكرر نحن لسنا بحاجه الى افتعال مشاكل في البلد. يعني الحكمه ينبغي ان تكون هي رائدنا، التواصل والتفاهم بيننا نحن كاماراتيين ينبغي ان يكون هو المسار الذي يعني نتوجه اليه. وهذا الخطاب وهذا المناداة كررها كثيرا، وبالتالي ان يعني انه تصل الامور الى اعتقال المراه الاماراتيه، الحقيقه هذا امر مستهجن ومستغرب ولا يقبل به الانسان العادي واي مسؤول في الدوله اظنه لا يقبل، لكن ما هو مسوقهم في نهايه المطاف انهم يقدمون ويعتقلون يعني مثل اختنا الاخت عائشه. الحقيقه انا عندي مناشده في هذه المناسبه، يعني مناسبه العوده الميمونه لسمو الشيخ خليفه بن زايد رئيس الدوله حفظه الله الى ارض الوطن، فانني اناشده كما اناشد سمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدوله وسمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابو ظبي بالتدخل السريع للافراج عن الاخت عائشه ابراهيم الزعابي، فهما يعني نعرفهم انهم اصحاب حكمه ويعني اصحاب مروءه واصحاب شهامه، ولا يقبلون مثل هذه الممارسات ان يعني ان تمس يعني المرأة الإماراتية بأي شكل من الأشكال. طيب سيد سعيد، يعني طالب البيان كل حر وشريف من أبناء الوطن عدم السكوت عن هذا التجاوز للقيم والأعراف والانتهاك الصارخ لحرمة المرأة المسلمة وامتهانها، يعني السؤال كيف يقبل، هل يمكن أن يقبل الشعب الإماراتي بمثل هذه الممارسات باعتقال النساء، وما هو المطلوب؟ يعني عندما يطالب البيان كل حر بعدم السكوت، ما هو المطلوب في هذه الحالة؟ أخي الكريم، طبعا يعني أقطع جزما إن شاء الله أن الأخوان الإماراتيين جميعا من مسؤولين وغيرهم لن يقبلوا مثل هذه الممارسة، والمطلوب أنه يعني كل إنسان من الأخوان الإماراتيين يعني عنده حظوة وله مكانة عند المسؤولين أن يقول كلمته وأن نوصل كلمة إلى هؤلاء المسؤولين أن مثل هذه الممارسة حقيقة ممارسة مستهجنة وغير مقبولة في أعرافنا ولا مقبولة في تقاليدنا، وأن هذه المسألة راح تعمق الشرخ الاجتماعي وتعمق الفوضى بين الإماراتيين. هذا هو اللي نطلبه، أن يعني بحيث أن المسؤولين في الدولة يعني يتم التواصل معهم، وأن المسألة ما تمس أخت بعينها بحادثة بعينها، وإنما هذا ربما قد يجر لا قدر الله في المستقبل إلى حالات أخرى من الاعتقالات التي لا تستند إلى يعني إلى دليل ولا تستند إلى قانون ولا تستند إلى ممارسة يعني حضارية نقدر نسميها أو نطلق عليها. فبالتالي نحن نطالب أن أخواننا يعني الأبناء الإماراتي بأن يقول يعني يوصل كلمة للمسؤولين. نعم، السيد سعيد بن ناصر الطنيجي المدير العام السابق لجمعية الإصلاح الإماراتية، أشكرك جزيلا على هذه
المشاركة.